فرنسا تعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا لوقف تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة عبر تخصيص أكثر من 5 ملايين يورو، إلا أن الدبلوماسية الفرنسية لم تقدم التفاصيل الكافية التي تنوي اعتمادها لحماية المدنيين السوريين أو وقف تدفقهم. الخطة الفرنسية تبقى صعبة التحقيق لكونها تحتاج إلى إجماع دولي في مجلس الأمن. تأمين مناطق آمنة في سوريا يتطلب مناطق حظر جوية، وهو إجراء تعارضه موسكو وبكين. الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا بسبب عمليات القتال المستمرة، حيث تشهد المدن السورية معارك دموية بين القوات النظامية وقوات الجيش السوري الحر. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن السوريين يعيشون في حالة خوف متواصل على حياتهم، محذرة من أن الاحتياجات الإنسانية ارتفعت بشكل كبير.